على أرض الشام طيب دور الأيام وبتحمل معنا الأحلام والمجد مع الأبواب بيرفرف على أرض الشام السلام عليكم ويسعد أوقاتكم. خليكم معنا بحلقة جديدة من ريحة وطن. وين ما رحنا وين ما جينا شو ما شفنا من بلاد وعباد من ربيع وزهور وبحور تبقى بعيوننا صور الوطن محفورة بأحلامنا كل يوم مذكورة ريحة وطن كل يوم رح تاخدنا على مدينة أو بلدة أو حتى معلم حضاري أو ثقافي مو مهم المهم من ريحة الوطن شوية ضوء لما منكون بنص العاصفة بتضيع منا الاتجاهات وبتتخربط بوصلتنا فبتفقد حساسيتها للأماكن والاتجاهات الصحيحة بتتشابك أفكارنا وغالباً ما بتوصل معنا لأي نتيجة بتتضاءل أحلامنا وأمانينا بيصير أي مكسب صغير حلم منتظر ومننسى أحلامنا السابقة اللي بيوم من الأيام كانت مخطط لمستقبلنا تنكمش إيدينا عن اتخاذ أي قرار بضيع مستقبلنا ومستقبل أولادنا وبين وعود اليوم وبكرة لما منكون بنص العاصفة ما منعود منعطي كل زي حق حقه غالبا ما بيحترم الكبير فيها ولا بينحن على الصغير بيفترش الشوارع لينام وبيكون شي عادي تهان الأنفس وتتلوى الرؤوس من القهر لما منكون بوسط العاصفة بيبعد الأخ وبيقول اللهم أسألك نفسي ولما بتشتد العاصفة أكثر بعض الناس بتنسى الرحمة وبتنسى القيم تتحول لأفواه ما بتنطق غير بالمسبات للآخرين لكل الأشياء وحتى للجماد ما بتشوف غير الأغلاط وبتصير بتبحث عنها لتبرهن لحالها وللناس اللي حواليها إنه هي ما زالت جيدة تنتهي الصداقة فالعاصفة شديدة واللي بيقدر يتمسك ولو بشي صغير من أشيائه رح يكون ربحان أو هيك بيعتقد هو بس هلأ العاصفة طولت والأمور تعقدت أكتر وتشابكت والخسارات توالت وفقدنا العزيز والغالي في ناس فقدت أبنائها وفي ناس فقدت أرواحها وقلوبها والهوى اللي عم بتشمه يمكن هلأ صار الوقت لنمسح دموعنا عن عيوننا والحزن عن قلوبنا والأنانية من بين ضلوعنا صار وقت لنعرف إنه إيد وحدة لحالها بتلاقي صعوبة واستحالة بالتوازن يمكن صار وقت نغير بفكرنا من مستوى الإخلاص بالعمل للمعاملة الحسنة لتغيير فكر الأنا لنهاية قصص وحكايات الخيانات يمكن صار لازمنا قصص الإخلاص وقصص البناء والمحبة والعفو عند المقدرة وإسقاطها على واقعنا صار لازم نعرف إنه دمنا غالي علينا وبس وما في حدا بهمه إذا انجرح ابننا أو حتى مات ما حدا بهمه إذا نمنا جوعانين أو شبعانين ما حدا بهمه إذا بقيوا أولادنا رجال المستقبل بالشوارع ولا درسوا صار لازم نحب بعضنا ونعمل لأجلنا كلنا نخبي خلافاتنا نأجلها شوي بلكي لنرتاح ولو شوي ما صار الوقت نوقف عن تخوين بعضنا عن إهانتنا لبعض عن تعذيبنا وتهميشنا ومرات كتيرة جرح بعضنا شي بالحكي وشي بالحقيقة فأما نقول شي يرضي الله ويرضي بلدنا المكلومة أو خلينا نسكت وبكفينا استجداء للبلاد والعباد وإن ما كنا مع بعض إيد وحدة رح تبقى كل الأمم علينا
ريحة وطن راح تكون اليوم من اللادية. بالشتاء غالباً أهالي المناطق الداخلية بتحاول تشيل شوي من مصروفها وبتقلك هدول لطلعت اللاذقية، ولما بتصيف الدنيا ببلشوا يطبقوا غراضهم وأكلاتهم وأحلامهم بالبحر والسباحة والأيام اللي بيبقوا كل السنة عم يتذكروا لحظات السعيدة والمميزة. اليوم رح نكون بريحة وطن باللاذقية. تتميز منطقة الساحل السورية بشواطئها الطويلة وجبالها الخضراء المغطاة بالغابات والأحراج التي تزنر الشواطئ بطوق ألماسي وتنحدر تلالها وسفوحها لتلامس مياه البحر بأشجار الصنوبر والسنديان، فلا يعرف السائح أين يبدأ وأين ينتهي الجبل، ويتكرر هذا المشهد الجميل ويتناوب على طول الشاطئ السوري من رأس البسيط شمالاً حتى طرطوس جنوباً، وتتناثر على ذرى وهضاب جباله قرى الاصطياف الجميلة ذات الهواء المنعش والمناظر الخلابة، بالإضافة إلى العديد من الأماكن التاريخية والقلاع القديمة الشهيرة، وتضفي غابات الشوح والصنوبر المطلة على البحر جمالاً أخاذاً تزيد من روعة الساحل وفتنة تلك الرؤوس والخلجان البحرية التي استفاد منها الإنسان الأول في إنشاء الموانئ الطبيعية كميناء البسيط وميناء اللاذقية وميناء جبلة أيضاً، حيث كانت السفن الشراعية تلجأ إليها لتفريغ حمولتها ونقل البضائع السورية إلى مختلف الموانئ. وقد أثبتت الدراسات الأثرية للرسوم المكتشفة على الأوابد الأثرية التي تمثل السفن الشراعية والترجمات للكتابات الأوغاراتية عن علاقات تجارية واسعة بين الساحل السوري ومصر وبعض دول حوض البحر المتوسط وسوريا الداخلية، كما تتميز الشواطئ السورية برمالها الناعمة وببحرها الذي لم يعرف التلوث يوماً، وتتربع على العرش عروس الساحل السوري اللاذقية التي يحدها نهر الكبير الشمالي جنوباً والشاطئ اللازوردي شمالاً والبحر المتوسط غرباً. وعرفت اللاذقية منذ القدم باسم راميتا، حيث كانت قرية يسكنها الصيادون نحو القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وعلى أنقاضها بنسلوكوس مدينة اللاذقية نحو 290 قبل الميلاد، وأطلق عليها اسم والدته لواتيا، وتحول هذا الاسم عند الفتح الإسلامي عام 637 إلى اللاذقية. وتعرضت أيضا مدينة اللاذقية مع باقي مدن الساحل السوري إلى زلازل وغزوات وفتوحات متعددة، وكان لذلك أثر واضح على بنائها ومخططها العمراني. ومن أهم الآثار الباقية فيها القوس الروماني، ويسمى حاليا قوس النصر، يقع في منطقة القلعة وسط المدينة إلى الشمال منه، وإلى الشمال منه بقايا معبد باخوس، ومن خان الدخان الذي يعرف بالمتحف حاليا يقع أمام مدخل الميناء التجاري القديم يفصله عن البحر حديقة قديمة وجميلة تدعى المنشية. يتألف بناء المتحف من طابقين، يتوسط الطابق الأرضي بناء مكشوف تحيط به عقود رائعة الجمال، وتتصل الأروقة في بعض جهاته ثلاثة صفوف من الدعائم، وتتوزع في القسم الجنوبي من المبنى قاعات واسعة وجميلة كانت تستخدم كمستودعات للتبغ. من الأبنية التي تعود للفترة الإسلامية جامع المغربي والجامع الكبير والجامع الجديد والدار العلائية. ومن الآثار البالغة في القدم وعلى بعد 16 كيلومتر شمالاً تتربع أوغاريت رأس شمرة، فهي من أهم المواقع التاريخية شهرة في العالم،
حيث كانت تقوم مملكة أوغاريت بعصرها الذهبي في الإدارة والثقافة والدبلوماسية والقانون والدين والاقتصاد ما بين القرن 16 و13 قبل الميلاد، وقد قدمت للبشرية الأبجدية الأولى في العالم، وأتاحت للإنسان أن يثبت أفكاره وينقلها للآخر بأبسط الرموز، وهي الأبجدية الأوغاريتية. كما تتميز مدينة اللاذقية بقلاعها الكثيرة، منها قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتعود من روائع القلاع والحصون الأثرية في سوريا، وكانت من أهم المواقع الاستراتيجية الهامة للضرورات العسكرية في القرون الوسطى. من ينابيع الوطن. الشهيد جلال بايرلي أحد علماء التركمان، فقيه حنفي، نحوي متبحر، أصولي ملم بأصول الدين، عرف بالزهد والتقوى، عابد متواضع فقير. قال عنه من رآه: عندما نراه نتذكر زهد الصحابة وفقههم وتواضع الأولياء وأخلاقهم الحسنة. كان عضواً بالهيئة الشرعية للمجلس المحلي لناحية ربيعة بريف اللاذقية، وداعية تعرفه الكتائب والجبهات في جبل التركمان. حاول أن يكون واسطة، فقتلته داعش بإطلاق نار عليه. لغتنا هويتنا. أيا عروسا يحار الوصف يوفيها، زاد الجمال جمالا من مباهيها. إن شئت جنات عدن أن تلاقيها، فاللاذقية جنات روابيها. تلك الجبال ربيع لا يغادرها، بالحسن والخير قد فاضت مغانيها. يا بحرها في وريدي صافيا يمشي، بين الضلوع نجيعا في حواشيها. ما غاب عن ليلها نور لأقمار، فالبدر مسكنه دوما لياليها. في سفر تاريخها شعر يخلدها، فكم تجرع شعار قوى فيها. محمد ابن إبراهيم بايزيد من مواليد اللاذقية 1968، خريج تجارة واقتصاد من جامعة تشرين. غادر اللاذقية عام 2013 وتوجه إلى الجزائر، وما زال مقيما فيها. له عدة مشاركات بالعديد من المهرجانات الأدبية في تونس والجزائر. يكتب الشعر العمودي، لم يطبع دواوين بعد. فقرتنا الجاية لك ولك. أنت أجمل الأمهات، أنت لا تشعريني إذا أحببت زوجتي أني لا أحبك، ساعديني على برك وكسب رضاك فهي غايتي. أنت أحبك أكثر مني، فلا تهملني ولتكلمني برفق وحب، ففي صوتك بهجتي بني. حكيمنا اليوم رح يحكي لنا عن السمك. تعد اللحوم البحرية والسمك من أجود أنواع اللحوم وأكثرها فائدة على الجسم،
فهو من الأغذية الرئيسية التي تمد العقل الإنساني إضافة إلى الجسم بما يحتاجه من عناصر أساسية. وقد أكدت الدراسات ما للسمك من فوائد كثيرة في الوقاية من مختلف الأمراض مثل الربو وأمراض القلب والجلطات الدماغية، والوقاية أيضا من الخرف وغير ذلك من الأمراض. ويعتبر السمك مصدر طبيعي للبروتين واليود والكالسيوم والفوسفور. أيضا يحتوي السمك على فيتامين ألف ودال، وتعتبر الأسماك أكثر فاعلية من كثير من الأدوية الشهيرة لمحاربة الاكتئاب، ويقوم الفوسفور الموجود بالسمك خاصة أنواع السردين بتنشيط الذاكرة، وله دور مهم في بناء العظام. الأسماك الغنية بالزيوت مفيدة في الوقاية من أمراض القلب والتهابات المفاصل الروماتيزمية والخرف. أيضا لا يحتوي لحم السمك على أشباه السكر، لذلك يعطى لمن يتبع حمية غذائية لتخفيف الوزن. يعد السمك غني بالبروتينات التي تحوي أحماضا أمينية، وهي مهمة للمحافظة على الأنسجة ولبناء ما يحتاجه الجسم في عمليات الترميم التي تحدث للأنسجة. ويؤكل السمك مشويا أو مقليا أو مطبوخا كما في الصيادية المشهورة باللاذقية ومعظم المناطق الساحلية. هاشتاغ وطني. أشتاقك كأم تشتاق لوليدها الخديج، تراه من خلف الزجاج، لا هي قادرة أن تكسر الزجاج وتضمه، ولا هو قادر أن يتعافى فينعم بدفء حضنها. تضل تدور الأيام وتحمل معها الأحلام، والمجد مع الأبواب برفرف على أرض الشام. تضل تدور الأيام وتحمل معها الأحلام، والمجد مع الأبواب برفرف على أرض.